قال الشاعر الأديب الحسين بن أحمد النجمي مرثية في الشيخ محمد بن سعد الدريس من محافظة الحرير رحمه الله تعالى: هو الموت قد أفنى العبادة وما أبقى وما أحد في هذه الدار يستبقى، تعددت الأسباب والموت واحد، فذاك مضى هدما وذاك مضى حرقا، وذلك من داء أصابته علة، وكم قد سمعنا عن أناس قضوا غرقا، وقد فوجعت نجد بموت الذي أتى إلى أرض أبها سائحا يطلب الودق، ويطلب جوا رائعا مشرق السنا، وما ظن أن فيها منيته يلقى، وذلك أمر الله كان مقدرا بصاعقة قد أقبلت تصحب البرق، ليرحل شيخ وصفه الطيب والندى، ونرضى بما مقدور ولا نمقت الحق، شهيدا بإذن الله يزهو بسندس، ومن كوثر الأنهار في جنة يسقى، ومن كوثر الأنهار في جنة يسقى، ومن كوثر الأنهار في جنة يسقى، ونرجو له الفردوس أعلى جنانها، إليها بفضل الله في غبطة يرقى. محمد بن سعد الدريسي وكم له من الطيب ينبي عن سريرته الأنقى، عزائي لأهل كبدوا الحزن والأسى، ونرجو لذاك الشيخ من ربه العتقى، فلا تحزنوا يا من فقدتم حبيبكم، فمن عاش بالتوحيد والعلم لن يشقى، وصلي إله العرش مهابة الصبا على خير خلق الله من نطق الصدق، ومن جاء بالقرآن من خالق الورى، وتوحيد مولانا هو العروة الوثقى، ومن جاء بالقرآن من خالق الورى، وتوحيد مولانا هو العروة الوثقى.